هي عن جد غريبة كثير. يعطيكم العافية شباب. شكراً. تعالوا معي. هذا أكثر وقت بحبه باليوم. الكل جاهز؟ رح يكون يوم حلو لكم. سيدي، ما بعرف إذا الشباب شافوا إمتى طلعتنا الجوية، بس أنا ما شفتها ضمن جدول الطيران. بتكون شايف غلط جوكهان. برنامج طيران النسور معطل، مو رايحين فيه. رح نروح بهي الطيارة. يلا شباب، كل واحد فيكم يعطيني اشاراته. يلا بسرعة بسرعة. ما معنا وقت، رح اشرح لكم مرة واحدة واسمعوني منيح. تلقت الطيارة اصابة بمنطقة العدو، وما عندكم حل غير تنطوا شمال الشارات. رح تنطوا فوق البحيرة. مركز التجمع رح يكون بهديك الوجهة. قال بدكم تنطوا؟ سمعت قال بدكم تنطوا؟ ايه تماما هيك قال. يعني لازم تكونوا على الساعة 12 الظهر بمركز التجمع. اللي بيوصلوا الساعة 12 هن يلي رح يرجعوا معي على الاسطول، واللي ما بيوصلوا بيرجعوا على بيوتهم. سيناريو قفز المظلة عم ينعاد. جوكهان عن جد محظوظ، قدمته لهالامتحان. لكن قلت لي مغامرة ما هيك؟ تفضل بلشت المغامرة. شكراً جمال أرسوي، مو بس حمستني ودمرتني كمان. سيدي، انت عم تدور على حجة لحتى ما تترك الطيران. هلأ صار الحق علي؟ صحيح، بحب أذكركم شباب، رح يكون في فريق من القوات الخاصة ناطركم بالمنطقة. شو علاقة هالفريق فينا سيدي؟ شو علاقته؟ هالفريق رح يعمل مسابقة بيناتكم، والمسابقة هي اللي بتحدد كم طيار رح يرجع معي اليوم على الأسطول. وحضرتكم الطيارين اللي رح تفوتوا بالمسابقة. يمكن الطيارين الجداد ما عندهم علم انه بعض القوات البرية بيحبوا ينافسوا القوات الجوية، يعني واثق انهم رح يقضوا عليكم. ما في داعي تاخذوا خريطة وبوصلة معكم، اساسا هي منطقة تدريب، يعني بتعرفوها من قبل. بكفي انكم تكونوا على الساعة 12 الظهر بساحة التجمع. شباب خلص الوقت، جهزوا حالكم لآخر مرة. ما في حدا رح يدفشكم لتحت. يلا يلا الكل لتحت. يلا يلا يا شباب، يلا لتحت. يلا
بسرعة يلا. جمال، هاي اللعبة بتشبه اللعبة اللي بيلعبها ابني، بينطوا لتحت وبس يصيروا بالساحة ببلشوا بيقوصوا على بعض. والله يا ريتنا لو لعبنا هاللعبة معه سيدي، هلا لزمتنا. لا تتأخر. ايه سيدي استناني جاي، استناني جاي سيدي. يلا شباب مع السلامة. جوكهان قلوا للقائد انك نطيت من طيارة مصابة، ما بتعرف يمكن يعفيك. جوكهان ما التقينا من قبل، بس بدي اياك بالاسطول، كون على التل الساعة 12.